احنا بحلقتنا اليوم فنان وفنان محبوب جدا، بدنا ندردش معه مشان تحزر شو اسمه. معجوقين؟ غني لي غنية. غني لي غنية تعرفيني من صوتي، مو غنية لي. مثلا شفت يا حبيبي وفرحت معاه، ده الوصل جميل حلو يا محلى، ده الوصل جميل حلو يا محلى، حلو يا محلى. أنا شفت حبيبي. حبيت الغنية؟ عيد نفس الرقم. تعال بتقلد بصوت مروان حسام الدين. اي والله عيد نفس الرقم مباشرة هلا. ان شاء الله يا رب كمان حظك. ان شاء الله. الو مرحبا. يا هلا. بيسعدنا نقول لك اول شيء مساء الخير. يا هلا. ميت مساء. نحن على التلفزيون. تلفزيون شو؟ التلفزيون العربي السوري. على التلفزيون انتو؟ نعم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بسعدنا نقول لك انه حابين نعمل دردشه معك. نحن أيوة. مستضيفين فنان محبوب. ايوه. بدك تحاول تحزر مين هذا الفنان. بدي اسالك سؤال قبل مزحه لما جد عم تحكي. الو تصبح الصوت. الو ايوه حبيبي مزحه لما عم تحكي جد. لا نحن انا عم بحكي جد وهلا بتستنتج انت من صوت الفنان. حبيبي كثير بيعملوها فينا وبيكونوا قاعدين بس يقطعوا وقت ويضيعوا وقتهم. الجماعه بيقوم بيتصلوا بيضايقونا. لا بالتاكيد لا بيقولوا تلفزيون وبس مباشر وهالشغلات. فالله يرضى عليك. هالنكت تطلعوا منا. لا عفوا. يا حبيبي نحن بيسعدنا نقول لك انه انت هلا صوتك طالع على التلفزيون. صوتي على التلفزيون؟ دقيقة افتح التلفزيون. لا 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 هذا برنامج مسجل. ها مسجل؟ نعم. لا مشان أكد أنا. لا بإمكاني أنا أخذ من رقم تليفونك ونستضيفك مع الفنان هلأ. مين هو الفنان؟ أنا هون القصد. أيوة. إنه تحزر مين ضيف حلقتنا اليوم. أيوة. مع العلم إنه فنان محبوب لسهل عليك. أيوة. طيب ممكن أحكي معه؟ طبعا تفضل. ألو. ألو مرحبا. أهلا. يسعد لي مساء. يا مرحبا حبيبي. أكيد ما حتعرفني هلا. أيوة. ومتشرف بسماع صوتك. أنت رفيقه للي حكى قبل شوي؟ لا اللي حكى معك المذيع. يعني عن جد الشغلة. المذيع جمال. المذيع جمال. هو برنامج هذا مسجل. أيوة. جايبيني عليه مشان حضرتك تحذرني من صوتي. طيب انت خلال الحكي انا وياك. طيب نتفق سوا. قل لي مين انت مشان شلون بدي اقول لك. طيب يعني نتفق عليها. فيها جائزه اذا حذرتك. جائزه اذا حذرتك انا مين انت. فيها جائزه. والله بدنا نسال المخرج. اسال لي اياه اذا فيها جائزه ممكن يعني يكون. طيب نسال استاذ فيصل. في جائزه. في جائزه. في جائزه كبيره. كبيره. عم يعمل لي هيك بإصبعته بإبهام. إنه جاء. إنه أوكي يعني. إنه في جائزة. في جائزة. طيب نتقاسم أنا وياك وتوشوشني مين أنت. شلون بدي وشوشك بعدين تعرف. إيه أستاذ. إيه حبيبي. طيب أنا بحسن أطرح عليك كم سؤال بس إذا بدي أعرفك مين أنت مثلا. طبعا لحكون معك صريح جدا. أبدا. طبعا يعني بدون مثلا. بدون. لا مو بدون يعني انه مشان لا تروح علي جائزة. لا ما حتوهك. ايوه ما حتوهك صدقني. طيب استاذ انت قديش عمرك؟ قديش عمري؟ ايوه لا صغير ولا كبير. ايوه. طيب طيب اصلع؟ لا مو اصلع. شو اصلع؟ مو اصلع. شايب؟ ولا شايب. طيب بتحط الساعة باليمين لما باليسار؟ لا الساعة دائما بنحطها باليسار. باليسار. طيب صوتك مو غريب علي انا يعني فكرة ايه؟ بتصور انه لازم اعرفك. طيب ايوه بلشت اعرفك من ضحكتك كمان. ها يا سلام. ايه؟ يلا طيب بدي اقول لك شغلة. اتفضل.
ممكن بدك تسمعني شيء غنية مثلا انت؟ فيني سمع غنية بس ايه؟ مو من اغنية. ايوه يعني بدي غني لك مثلا بالاجنبي، ما حغني لك بالعربي. تغني لي بالاجنبي؟ شو رايك؟ بحسب بتحب الاغاني الاجنبية؟ انا لك مراق بالغناء الاجنبي؟ والله ما زيادة، بحب العربي. بحب العربي. مثل شو يعني؟ يعني بس اذا بتسمعني اجنبي بركي ممكن يكون مدخل، لانه احذر مين انت مثلا. طيب اسمع اذا بتؤمر، بس اهم شيء ما تكون مزحه استاذ. والله العظيم مو مزحه. خلاص صدقته. ايه. تفضل. It's impossible till the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shores? It's just impossible. شو رأيك؟ الو الو، مرتي كانت عم تتسمع، نامت والله. شلون نامت؟ على الصوت حلو كثير، قالت لي كثير بيريح. ما بعرف، مرتي عم تخطف السماعه من ايدي وبدها تتسمع، يعني صاير انه انا بين نصفين. انت بدك قالت لي صوته كثير حلو الاستاذ اللي عم يحكي معك. خليلي انا انه قلت لها مزحه، قالت لي لا ابدا مو مزحه. لا مو مزحه اكيد. فعلا صح، لو مزحه ما كنت اجيت انا. طيب استاذ اسالك سؤال. تفضل. حضرتك على المسرح وقت تطلع تغني ايه؟ بتنطوت شيء؟ والله ما بنطوت. ما بتنطوت؟ بنطوت. طيب اقول لك شغله. ايه. بعرق كثير. تعرق كثير. ايه. تعرق كثير. بتروح وبتيجي كثير على المسرح؟ لا. طيب بتوقف بتلبس ابيض؟ احيانا. 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 طيب بتفرق عن النص؟ احيانا. طيب شو الالوان اللي بتحبها؟ الالوان الرسميه الهاديه يعني، مو اللي فيها جعلكه. لا مو عم بقول لك تكويهم. لا مو الكوي جعلكه. ايه؟ يعني مو الالوان الدارجه او شيء يعني. طيب انا قربت اعرفك بتصدق. هات لشو. طيب انت بتحط نظارات؟ بتحط نظارات. سألني شلون عرفت؟ شلون عرفت؟ لأنه هلأ أنت عم تحكي معي دق النظارات بالسماعة. أيوة والله ذكي. شايف كيف؟ أيوة. هلأ فارق عن النص؟ هلأ لا مو فارق عن النص، لأنه يمكن بين فروق صار شوي. صار. لابس شي كحلي؟ لابس كحلي. بتحب الكحلي إنه قلت لي؟ أي والله. قلت لي ما بتحب المقلم. لا والله. هلأ لابس مقلم. هلا مو لابس مقلم. لا بس تلابي شلون شفتني؟ طيب استاذ انا اذا بدي اقول لك شغله. قل لي. اذا هلا والدي كثير قاعد جنبي وعم بيأشر لي انه بس خليني احكي معه كلمتين فورا فورا بقفر لك يا. طيب اعطيني. شو رايك؟ بتشرف. يلا تفضل. ويخلي لك يا. احكي معه. هات لشوف. احكي معه. الو الو. مرحبا. مرحبا. الله يعطيك العافيه. الله يخلينا اياك. يا مرحبا. خلينا، انا اسف الازعاج. ها على راسي والله، بس المخرج والمذيع هن اللي جابوني والله. بالعكس والله. الله يخلينا اياك. ابني كان كثير مبسوط بالمكالمه. الله يخلينا اياك. الله يسلمك. الله يخلينا اياك. وان شاء الله اذا عرفتوني تكونوا بتحبوني. طبعا اكيد لازم نعرفك لانه ايه؟ المواصفات كلها يعني بتبين يعني. الله يخلينا اياك. طبعا انت طالع على التلفزيون كثير كثير. هو بيني وبينك يعني الجائزة، طالما صار في جائزة يعني. دقيقة بابا، دقيقة شوي. تفضل. دقيقة بابا خلينا. مين هذا؟ أنا اللي حذرت عنك قبل شوي الألوان. مين هو؟ حتى أحكي مع والدي. دقيقة بابا شوي. مرحبا. أيوة دقيقة خليك معي. معك هو بعتني. هات لأحكي معه. أعطيني إياها بس لأحكي معه. بدك إياها هلا. كنت عم تحكي مع الأستاذ مروان. شو؟ طلعوا لي برا هذا. أستاذ مالك فارق عن النص؟ ايه فارق. مو فارق. سألتك على التليفون فارق عن النص، قلت لي خفاف شوي ولابس كحلي ومقلم ومدري شو. ايه اذا بتريد. وانا معلش انتظر شوي. بس دقيقة بس لأحكي مع ابي. ابي بعثني استاذ بس لأحكي معه. ليش؟ بدي له مشكلة. دقيقة شوي. معك انا استاذ مروان حسام الدين. وتشرفت معرفتكم. على راسي. خليني اياكم وعدم مؤاخذة. على راسي. يا أهلين. والله بس انا يعني كنت بدي ابعث مع. يا أهلين. كنت بدي ابعث مع. يا أهلين. يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلين. شكرا. أحكي مع المذيع بالله. يلا. ألو مرحبا. يا هلا. مين اللي عم يحكي معنا؟
انا كنت عم بحكي مع الاستاذ مروان امين وسمعنا الصوت حلو. انت اللي بعت ابنك هلا برنامج ابني؟ شو اللي وصل؟ مين اللي ابني؟ شو اسمه؟ هو عم يدعي انه ابنك. شو اسمه؟ شو اسمك؟ زياد. زياد؟ زياد؟ زياد شو؟ ايه ابني زياد اسمه؟ ابنه زياد. الو. ايوه مرحبا بابا. يا هلا وصلت انا. وين؟ عند الاستاذ مروان. ايه وعطوك الجائزة؟ ما اعطونا جائزة ولا اعطوني شيء، عرفته وما اعطوني جائزة. صحيح؟ احكي معه، تفضل احكي. الو مرحبا. مرحبا عمو، هذا ما بعرف مين فات لعنا والله. طيب شو بده شيء يعني اذا بده والله شي؟ ما بعرف والله ما بعرف. على كل عدم مؤاخذة لا تأخذونا. لا ما مشكلة، بس نحن يعني إذا الشيء هذا يعني الشيء بالشيء يذكر. طالما هذا التصرف منه يعني كأنه البرنامج له علاقة بالكاميرا الخفية. كاميرا خفية شايفه الشيء؟ والله العظيم هلا عرفته. هلا عرفته والله.